كابتن خالد، يا كابتن خالد حبيبي، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وكل سنه وانت طيب، واسرتك الكريم بألف صحه وسلامه. بحب اهنيك على البرنامج الجديد، وزي ما حضرتك كنت متالق جوه الملعب ان شاء الله متالق جوه وبره الملعب باذن الله، ودايما منور شاشه وقناه النادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن خالد. النجم الكبير علي زين، عامل ايه يا نجم؟ يا رب تكون بخير وبألف صحه وسلامه. اول حاجه طبعا بقول لك الحمد لله على سلامتك طبعا من بلاد طوكيو. بحب اشكرك وهنيك وهني منتخبنا طبعا على الاداء الرائع، كان نفسنا تحقق لنا حاجه، بس ان شاء الله رب العالمين تتعوض باذن الله وقدر الله ما شاء فعل. تاني حاجه بحب اهنيك طبعا على انضمامك لنادي من اكبر الانديه في اوروبا والعالم كله، طبعا نادي برشلونه. ربنا يا رب يكرمك ان شاء الله، ربنا يجعل فتحه خير عليك ان شاء الله رب العالمين باذن الله، موفق يا نجم ان شاء الله باذن الله. مع ان انا بحب الريال، بس طبعا ان شاء الله هنتابعك وهنشجعك ان شاء الله. ان شاء الله طبعا تكون سنه سعيده عليك باذن الله، موفق ومحقق كل اتمناه. الف مبروك يا نجم، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. ألف مبروك يا كابتن خالد على البرنامج الجديد، ويا رب دايما من نجاح لنجاح كده إن شاء الله. وأحب طبعا أبارك للنجم علي زين على الخطوة والتجربة الجديدة إن شاء الله مع نادي برشلونة، وبهنيه طبعا على المستوى اللي ظهر بيه في أولمبياد طوكيو وفي كأس العالم، وطبعا ده اللي احنا متعودين عليه منه، يعني إن هو دايما بيظهر بأفضل مستوى. لعيب مجتهد وربنا يوفقه يا رب دايما، وهو فخر لينا طبعا كلنا كمصريين وكأهلاوية بشكل خاص، وربنا يوفقه دايما إن شاء الله مع برشلونة إن شاء الله. كابتن خالد العواضي حبيبي واخويا، الف الف مبروك على البرنامج الجديد حصاد الابطال، وان شاء الله باذن الرحمن يبقى حصاد دايما بالذهب، ودايما رافعين اسم النادي الاهلي فوق باذن الرحمن في المكانة اللي النادي الاهلي يستحقها. ودايما يا كابتن خالد مشرفنا، ويعني شاهدت فيك مجروح حبيبي يا كابتن خالد. وألف مبروك كابتن علي زين، ربنا يوفقه يا رب في التجربة الجديدة الاحتراف في نادي برشلونة، إن شاء الله بإذن الله موفقه، ويكون إن شاء الله بإذن الرحمن خير سفير لخير فريق عرفناه في حياتنا النادي الأهلي. ربنا يوفقه إن شاء الله بإذن الرحمن، ودايما يا رب يا رب نسر الأهلي فوق. جزاك الله خيرا حبيبي. برحب بيك يا كابتن خالد، وألف مليون مبروك على برنامجك الجديد، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. وطبعا بحيي الكابتن هاري زين وببارك له على انضمامه لنادي برشلونة، وإن شاء الله مزيد من البطولات مع المنتخب، وإن شاء الله برشلونة الفترة الجاية ودايما مشرفنا. ألف مبروك كابتن خالد على برنامج حصاد الأبطال، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح، ويكون برنامج جديد لكل اللعيبة المصرية ولعيبة النادي الأهلي، إن شاء الله كلنا نعمل ميداليات جديدة ونشرف النادي بإذن الله. مبروك يا علي على برشلونة، وكان شرف كبير جدا ليا إن أنا أكون معاك في المنتخب في طوكيو، وإن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن بكتير، وشد حيلك يا بطل.